بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ عليكم موجزا لأهم الأخبار ليوم الأحد الموافق 1/5/2011. بدأ منذ صباح اليوم قصف عنيف من قبل كتائب القذافي على مناطق مختلفة من مدينة مصراتة، رأس عمار ورأس التوتة وبالرأس علي وعباد ويدر وقصر أحمد، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص من بينهم عائلة مكونة من 6 أفراد، حيث وقع الصاروخ على حجر النوم ودارت معارك ضارية بالقرب من مستشفى كرداز بين الثوار وكتائب الطاغية القذافي، وتم تدمير 2 سيارة لكتائب الطاغية القذافي نتيجة لكمين نصبه الثوار. وكما أنه وقع قصف عنيف من قبل كتائب القذافي بصواريخ جراد على ميناء مصرات البحري، مما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان، ولا زال القصف مستمرا على ميناء مصرات إلى هذه الساعة. وحدثت اشتباكات بين الثوار وكتائب الطاغية القذافي بالقرب من مطار مصرات المدني في منطقة الغيران، وسقط عدد من الشهداء والجرحى. وكان حصيلة الشهداء لهذا اليوم 12 شهيدا و15 جريحا، ومن بينهم طفل عمره 9 سنوات.